حدث الأسبوع من قناة الشاهد، أهلا بكم. عرف المغرب خلال هذا الأسبوع ضجة إعلامية كبيرة حول موضوع إلغاء مجانية التعليم وعزم الحكومة رفع يدها عن دعمه. في نفس السياق خرج وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بتصريح يعبر فيه على أن التعليم والصحة يشكلان عبئا ثقيلا على الدولة، مما ينبغي تفويتهما للقطاع الخاص حسب تعبير السيد الوزير، مما يؤكد على جدية الموضوع. قبل الخوض في تفاصيل هذا الحدث، إليكم أهم وأبرز الأحداث التي ميزت هذا الأسبوع. أسبوع حافل بالمناوشات بين الأحزاب السياسية في موضوع الأساتذة المتدربين، صراع بأجندات انتخابية يؤدي ثمنه الأساتذة المتدربون. ففي نفس السياق وجوابا على طلب لأحزاب من المعارضة، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة ممكن، شرط أن يكون بمرسوم أو قرار سياسي من لدن رئيس الحكومة يحدد أمرين: كيفية وشروط ولوج هذه الفئة إلى الوظائف برسم موسم 2016-2017، وكيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017. الأمر إذن سياسي محض، فمتى يتعقل المسؤولون وينصف أساتذة الغد ويضع حدا لملف حارق يتعلق به مصير أجيال؟ قرر قاضي التحقيق بعدم المتابعة في قضية الشهيد كمال عماري رحمه الله، الذي أكدت تقارير المنظمة الحقوقية الوطنية والدولية وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مسؤولية القوات العمومية في الاعتداء عليه بالضرب خلال إحدى مسيرات حركة 20 فبراير. ففي الوقت الذي كانت فيه أسرة الشهيد وجمعية أصدقائه والحركة الحقوقية الوطنية والدولية تنتظر معاقبة الجناة وجبر الضرر، يفاجأ الجميع بهذا القرار الصادم. إن من أعسى مصائب الدول ضعف القضاء وعدم استقلاليته وافتقاره إلى النزاهة والمصداقية، وهي مؤشرات دالة على غياب العدالة وتهافت شعارات دولة الحق والقانون. فإلى من يشتكي المظلوم إذا العدل فسد؟ قال الناطق باسم كتائب الشهيد عزدي القسام أبو عبيدة إنه لا يمكن إعطاء معلومات مجانية حول الجنود المفقودين في غزة دون ثمن، مؤكدا أن نتنياهو يكذب على شعبه بخصوص هذه القضية. وأضاف أبو عبيدة في تصريح تلفزيوني مقتضب لقناة الأقصى الجمعة أنه لا يوجد أي اتصالات من أجل إبرام صفقة تبادل مع الاحتلال. وجاءت تصريحات أبو عبيدة الناطق باسم القسام ردا على تصريحات لنتنياهو زعم فيها حدوث تطور وصفه بالمهم بشأن جنوده المفقودين بغزة. أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان صبيحة يوم الجمعة فاتح أبريل أحكاما ثقيلة في حق طلبة كلية العلوم المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الكلية. وحكمت المحكمة على 4 منهم بسنة سجنا نافدا وغرامة مادية قدرها 1000 درهم. أشار إلى أن الاعتقالات جاءت على خلفية المواجهات التي شهدتها كلية العلوم بتطوان بعد اقتحام القوات العمومية للحرم الجامعي يوم 15 مارس الجاري لقمع الاحتجاجات الطلابية وإرغام الطلبة على اجتياز الدورة الاستدراكية. تضمنت دراسة أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول تمويل المنظومة التربوية توصيات من أجل إنهاء مجانية التعليم في المغرب. توصيات المجلس وتصريحات بعض الوزراء هنا وهناك عادت موضوع إلغاء مجانية التعليم إلى الواجهة، ليطرح السؤال العريض: هل هي بداية التخلص من القطاعات الاجتماعية؟ وفينا مصطفى؟ شدرتي مازال؟ بريفي بريفي بريفي، وقتنا هاد بريفي هذا؟ ايوا سي سحاب لك، هاد راه سيستم ايكونوميك دخلها فيه الدولة مش حال هادي، وأنها غدا وتتخصص أي قطاع فيما يعرف بالليبرالية الجديدة، وقطاع التعليم قطاع حيوي، إلا ما كانش فيه دعم كبير ما تيتطورش، وهادشي ماشي ديما في استطاعة الدولة، مما ينتج على المدارس الخاصة، وهادشي طبعا ماشي عذر بالنسبة للدولة. واخا واخا، دابا إلا سولتك في الابتدائي، ما أحسن بريفي ولا بوبليك؟ باينة البريفي، حتى واحد من جيراتنا حدانا كتقرا في السادس، واش كدير الفرنسي؟ إيوا شتي يا معلم، هادشي اللي غيوقع من هنا لقدام في التعليم العالي. أوه ترى من هنا لقدام اللي ما عندوش فلوس أو الله لا قرا. عبد الله،
بلا ما تبقى تخلعني، راه مكحط عليا والله حتى باغي نقرا. معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد بن مسعود، أستاذ بالمركز الجهوي للتربية والتكوين طنجة. أستاذ محمد أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا جزيلا على قبولك دعوة البرنامج. أشكرك أيضا سي محمد على إتاحة الفرصة للمشاركة في برنامجك المتميز، وأتمنى له النجاح والتوفيق. شكرا. أستاذ محمد، توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين وتصريحات بعض الوزراء هنا وهناك حول إلغاء مجانية التعليم، بنظرك هل هي بالونات اختبار أم تصريحات جدية أم ماذا؟ أعتقد أن هذه التصريحات التي صدرت عن المسؤولين في البلد لا من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو الوزراء هي نوع من التعامل مع ملف جدي وعميق ويتطلب مقاربة شمولية في التعاطي معه، لأن هناك من التعاطي التجزئي والسطحي للتعامل مع ملف أعمق ويجدر التعامل مع هذه القضية التربية والتكوين بمسؤوليته وبجديته وبعمق أكبر من هذا. أستاذ محمد، المنظومة التعليمية يعني استأثرت الكثير من النقاش وتعريف استهداف يعني استهدافا كبيرا جدا، في نظرك أستاذ محمد على ماذا يؤشر هذا الاستهداف؟ ينبغي أن ننطلق من إجماع وطني حقيقي تؤكده التقارير الدولية حول أننا نعيش فشلا ذريعا على مستوى تدبير منظومة التربية والتكوين في المغرب. فمنذ الاستعمار خروج الاستعمار إلى اليوم لم نستطع حقيقة أن نضع سكة التربية والتكوين في المغرب على سكته الصحيحة. نشكو أعطابا بنيوية عميقة، أزمة خانقة على كل المستويات، مما وهو نتاج، حتى نكون موضوعيين، ليست مسألة مرتبطة بهذه الحكومة أو تلك، ولكنه نتاج لسياق من وتتالي وتراكم من سياسات فاشلة عبر عقود من الزمن. الإصلاحات التي أصرتها الدولة خلال السنوات الماضية لم تنفذ إلى عمق المشكل الحقيقي، بل اتسمت في كثير من الحالات بانفرادية في القرار، اتخاذ القرار السياسي، التجزيء في التعاطي مع المواطن، ومنها هذه الحالة التي نعالجها. المنظومة التربوية لا تشكو فقط من مشكل التمويل، وهو مشكل حقيقي ومن الأسئلة الحارقة المطروحة الآن على المنظومة التربوية صحيح، لكن هناك إشكالات مهمة كذلك وهي حارقة وأعمق، من على سبيل المثال سؤال تكوين الموارد البشرية وتحفيزها والعناية بها، ونحن الآن نتابع لمدة سنة كاملة إشكال أو مشكل أساسي للمتدربين، وهو من الإشكالات العميقة المطروحة في المنظومة، تكوينها وتكوين التحصيل الحالة المادية للموارد البشرية. هناك البرامج والمناهج المتهالكة في زمن التكنولوجيا، في زمن الإتيك، كذلك المقاربات البيداغوجية المعتمدة. ولكفي الإشارة إلى أننا بعدما أوقف الوزير الأسبق للتربية والتكوين مقاربة بمقاربة إدماج أو بيداغوجية الإدماج إلى حدود اللحظة بعد ما يقرب من نصف العقد من الزمن، لازلنا نشكو من الفراغ على هذا المستوى. إذن فهو الإشكال أعمق، لأنه يرتبط بصناعة الإنسان، والإنسان كائن معقد يرتبط ببناء مستقبل مجتمع، ومجتمع هو بنية معقدة، فالأزمة معقدة وتتطلب بطبيعة الحال مقاربة أشمل. صحيح قلت في سؤالك، صحيح التمويل هو من الأسئلة الحارقة، لكن التعامل مع التمويل لوحده والمرور مباشرة إلى يعني الإجابات البسيطة والسطحية واللجوء إلى جيوب المواطنين والأسر، فهذا أعتبره ضربة من العبث، لا سيما إذا وضعنا سؤال التمويل في سياقه العام المتسم بأنه مرتبط بالسياسة الدولية أكبر ناتجة عن السيادة الآن ما يسمى بالنيوليبرالية المتوحشة. فهناك إملاءات للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي ومؤسسات المانحة تفرض على الحكومات ومنها حكومات. طيب أستاذ محمد، توالت الحكومات المغربية ومع ذلك كان هناك فشل يعني في جميع الإصلاحات، لأنهم لم يلامسوا العمق، يعني لم يلامسوا عمق المشكل. هل يمكن أن تحدثنا أين يكمن هذا العمق في إشكال المنظومة التعليمية؟ نعم، قلت لأنه الإشكال الأول هو غياب إرادة حرة حقيقية. فحينما أقول بأنه نحن نقع تحت يعني إجبار وتحت توصيات وإملاءات مؤسسة المانحة، فإن هي حرية اتخاذ القرارات.
كلنا يتذكر التقرير 1996 الذي نتج عنه مباشرة الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. ومنذ ذلك الحين ونحن نصنح ما بين البرامج والمشاريع والإصلاحات كلها تسير في حبل واحد، وأننا نقع تحت ضغط الإملاءات الدولية، إملاءات المؤسسات المانحة، وبالتالي غياب إرادة حقيقية حرة تنبع من المجتمع ومن أطياف المجتمع. العمق في التربية والتكوين هو أننا إلى حدود اللحظة لا زالت هناك إشكالات ينبغي أن نكون قد حسمناها أصلا مرتبطة بالمشروع المجتمعي الذي نريد. لا زال إلى حدود اللحظة النقاشات حول لغة التدريس وحول الهوية وحول نوع التعليم الذي نريد وحول نوع الإنسان وأي إنسان نريد، هذه إشكالات لحدود اللحظة لم يتم الإجابة عنها والحسم فيها. ثم أنه هناك إذا ارتباط منظومة التربية والتكوين مرتبطة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي عام للمجتمع. هناك اختناق على المستوى السياسي، ولا شك أنه ما عرفته الرابع الديمقراطي الأخير أبان عن العمق التدمر والاستياء الموجود داخل المجتمع، والذي لا أعتقد على أنه الإصلاحات التي جاءت بعد في 2011 وما بعده استطاعت أن تنفذ إلى العمق. إذن هو ملف التربية والتكوين هو ملف يتطلب إشراك حقيقي لجميع الفاعلين والفعاليات الموجودة في المجتمع. نعم أستاذ محمد. نعم أستاذ نعم. محمد، مادام أشرت إلى الربيع العربي وإلى إن الاختناق السياسي، هل تعتبر أن مسألة خصوصة التعليم هي مسألة يعني حالة معزولة، أم أن الأمر يتعلق بجميع القطاعات، يعني تريد الدولة أصلا أن تتنصل من يعني من مسؤوليتها في اتجاه هذه القطاعات؟ صحيح أن إملاءات البنك الدولي واضحة في هذا الشأن، وتخفيض النفقات العمومية المتوجهة أو ذات الطابع الاجتماعي، وعلى رأسها التربية التكوين، على رأسها الصحة، وباعتبارها من المجالات التي يمكن أن تمثل استثمارا مهما للقطاع الخاص وتشجيع القطاع الخاص وفي سعي المؤسسة الدولية للاستثمار والاستثمار في هذا المجال. أعتقد أن هذه سياسة متكاملة. أضف إلى ذلك تخفيض من حجم الوظيفة العمومية أو النفقات المتعلقة بالوظيفة العمومية، وهذا ما نلاحظه مؤخرا في التعاطي مع الملف الأطباء ثم بعد أساتذة المتدربين ثم ما بعد التقاعد بنفس السياق، وكل ملفات ذات الطابع الاجتماعي. لا أقول بأنه يعني أنه هذا من وحي اللحظة. الحديث عن هذا الأمر وعن إشراك الأسر في الإنفاق وجاء مع الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وتم التنصيص عليه كذلك في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. لكن ظلت الدولة دائما مترددة في التعاطي مع هذا الملف الحائق اجتماعيا. ولكن أعتقد أن عمق الأزمة الآن مستفحل، إضافة إلى أن الدولة تريد أن تستثمر هذا الرصيد الأخلاقي الذي يتمتع به حزب العدالة التنمية في قيادة هذه الحكومة. أرادت أن تمرر جميع في وجه هذا الرصيد الأخلاقي جميع هذه الملفات الحارقة. لهذا نلاحظ هذا التكثيف في هذه الملفات، أساتذة المتدربين، الأطباء، التقاعد، الضرب المجانية، التعليم وغيره. أستاذ محمد، يعني كسؤال أخير، هل من أفق أو هل من حل في الأفق لإخراج المنظومة التعليمية من هذا النفق الذي تعيشه؟ أنا من طبيعتي أني متفائل، ولا يمكن إذا أن أكون متفائلا. ينتظر إن شاء الله بحول هذه الأمة ومجتمع المغربي من هذه الأمة الإسلامية، ينتظر إن شاء الله بحول مستقبل زاهر يبشر بالخير. لكن على المستوى السياسي تحدثنا بمنطق الساعة، أعتقد أنه الطريقة التي تدير بها الدولة هذه الملفات لا يمكن إلا أن تزيد الوضع تعقيدا، ولا يمكن إلا أن تزيد الأزمة تعمقا، ولا يمكن أن تزيد الوضع العام إلى استياء وتدمرا. أدعو الدولة للتعاطي بجدية أكبر وبمسؤولية أكبر مع هذا الملف كما غيره من الملفات، وملف التربية والتكوين هو من أهم الملفات وأكثرها أولوية وأسبقها في رأس الأولويات للأمة والمجتمع المغربي إن شاء الله بحوله. أستاذ محمد بن مسعود، أستاذ بالمركز الجهوي للتربية والتكوين تطوان، كنت معنا من مدينة طنجة، شكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. يجمع الكل على أهمية ملف التعليم ومحوريته في تطور الأمم، وعبر تجارب دول مختلفة جعلت التعليم أولى أولوياتها لتصير إلى مستوى تعليم متقدم جدا.
فكيف للمغرب الذي لا زال في طور البحث عن النمو ولا زال يقبع في أسفل الترتيب حسب مختلف التقارير الدولية؟ كيف له أن يعزم رفع يده عن التعليم ليتركه في أيادي لا تعرف إلا منطق الربح والربح فقط؟ ألم ندرك بعد أن تعليم الأجيال هو السبيل الوحيد لنجدان التقدم؟ أم أن صانع القرار في البلاد ليس لهم نية أصلا في المضي قدما نحو الأفضل؟ حلقتنا من هذا الأسبوع قد انتهت مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم مع أحداث بارزة أخرى. هذه تحيات الطاقم التقني والفني للبرنامج، وهذا محمد اليقيني يحييكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.